مرحبا، أنا المسكيك، عمري 12 سنة، انولدت يوم 8/5/2012. عندي أخ وأخت، بحب المدرسة ومتفوقة، وبحب كمان أرسم، وأهلي مدلليني كتير وأنا دلوعة أبوي. الحرب صعبة كتير وعشنا ظروف مش عارفة أوصفها، بس في يوم قررت أعبر عن مشاعري برسمة، فرسمت علم فلسطين برفرف الكرة الأرضية والسما صافية بين الغيوم، على أمل نعيش أيام أحلى. بس بخاف كتير من صوت الأحزمة النارية وما بنام من شدتها، وحتى البيت كله بينهز من قوتها. بتمنى إنه إذا استشهدت نستشهد كلنا مع بعض. فعلا أمي تتحققت.